لا راديو تيقولوا لينا وليكم خذوا الصومون، خذوا السردين ريش اون اوميغا 3. تيقولوا بلي هاد الزيوت الاساسيه هي تدير، هي عندها خاصيات مضاد الالتهاب، هي تتعطي الجسم واحد مضادات الاكسده ما الى ذلك. ولكن ما كيتجرؤوش في لا راديو يقولوا للناس خذوا الصومون سوفاج، يعني ديال البحر ديال سيدي ربي، ما يقدروش يقولوها في لا راديو. ما يقدروش يقولوا للناس ما تاخذوش الصومون ديال التربيه، تاودير الصومون ديال فاج، الصومون اللي كيتغدى على مواد اللي هي خايبه ومواد مسرطنه، وهذاك الصومون كيصبح مسرطن. دونك الصومون ديال فاج تقريبا كله 99% ديال الصومون ديال فاج فيه نسبه عاليه من الاحماض الدهنيه المشبعه، وفي بزاف لي توكسين اللي مخسناهم هذيك السمكه ديال الصومون ديال السلمون. دونك اللي ياكل الصومون سوا كولو ديال البحر، سينو سي با لا بين، خذ السردين ألف وألف وألف خير من صومون ديلفاج. دونك الاسماك كامله ديال لا بيسيكولتور كيف ما كانت فيها لي اسيد غاس ساتوري، سي تري نيفاست بور لو سيستيم كارديو فاسكولار. دونك هادشي ما كيقدروش يقولوه، سي نورمال باسكو توتي كونترولي.